بسم الله والابن والروح القدس لان واحد امين. نتامل اليوم من مائده الرب المقدسه في سفر صموئيل الاول في قصه صموئيل يمسح داود ملكا. في سفر الأمثال يقول لنا مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. مجد الله إخفاء الأمر. الله لم يظهر لنا بالطرق الطبيعية المتداولة أو المعروفة، حتى في فترة تجسده جاء في مشهد بسيط، إنسان، جاء طفل، جاء ابن نجار، جاء في شكل بشر، وبالتالي لم يهابوه البشر. طرق الله بسيطة وخفية، طرق الإنسان متعجرفة وتريد الظهور. لذلك حتى في اختيارات الله لأنبيائه، لخدامه، لرسله، طرق مختلفة عن طرقنا. الله ينظر بطريقة ونحن نقيم الأشخاص بطريقتنا البشرية، أي المتداول عليها في مجتمعنا. ربما لو أردت النهاردة في وظيفة ما، موظف ما، بختار كفاءات والشكل الخارجي والبنية والمهارات والشهادات. وإذا تكلمنا أيضاً عن الكنيسة وكنا بطبع بشري وأردنا أن نختار كهنة، أيضا نريد نفس الصفات السابقة، كاهن سوبر ستار، حاجة تكون مهولة أكثر من المتوقع. لكن الرب لم يختار بطرق بشرية، الرب له حكمة خاصة، له تعامل مع البشر من حيث الداخل. في القصة بتاعت اليوم المشهورة جدا، قصة صموئيل اللي الرب كان عطيله النبوة في هذا الوقت، لما تمرد الشعب وطلب مالك أرضي اختار شاول، ولكن شاول كان اختيار صموئيل على شكل البنية بتاعته. يقول لنا الكتاب كان كتفيه أعلى من هامة أو رأس أي شخص في البلد، يعني جسمه أكبر من أي شخص. فاتبسط بصموئيل واختاره. في الأول كان لذيذ وحلو، ولكن بعد شوية بدأ يتغير شاول ويظهر ما في داخله من سيئات. الرب لم يحب هذه الشخصيات المتغيرة والمتعجرفة، فطلب من صموئيل أن يختار له ملك آخر. والقصة هنا لذيذة جدا. في البداية بيقول لنا راح صموئيل وشافوه في البلد نازل، كانت الناس بتخاف الأنبياء في الوقت ده، بما أنه جاي يبقى عنده رسالة من ربنا، في حاجة غريبة حتكون. قال لهم أنا جيت لأقدم للرب ذبيحة، تقدسوا. وتعالوا معايا للذبيحة، تقدسوا. قال لهم مش تعالوا بطبيعتكم، غيروا حالكم. وبالتالي قدس يسى وبنيه ودعاهم إلى الذبيحة، يعني كان
اختياره على عيلة وبيت اسمه بيت ياسر. طبعا هذا شرف أن تكون الذبيحة مقامة من خلال عائلة ياسر. في البداية يقول لنا النص: وكان لما جاءوا أنه رأوا الياب فقال إن أمام الرب مسيح. عايز يختار واحد من أولاد ياسر، صميل بيختار واحد من أولاد ياسر. طبعا ياسر شخص عادي قدم أفضل واحد في أولاده. فقال الرب لصميل: لا تنظر إلى منظره وطول قامته لأني قد رفضته. ياسا قدم له أحسن واحد في عياله. صميل فرح، ولكن قاله الصوت من الرب قال له: لا لا لا، مش ده اللي أنا عايزه. مع أنه أطول واحد وتقريبا كان أكتر شكل مرموق يعني محبب، لكن رب يقول له إيه؟ أنا رفضته، مش هو ده اللي عايزه. لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. الإنسان عايز الظواهر، وكلنا بنتخدع بالظاهر على فكرة، حتى في علاقاتنا الاجتماعية ربما نحكم على ناس بخارجهم إنهم لا مثيل لهم، ونسيب ناس تانية عشان مظهرها بسيط، ونقول لا لا دول مش هم اللي في مستوانا نعيش معهم. وأنا اكتشف بعد الخبرة العكس، الرب بيعرف ما في داخل البشر. فقال له: مش أنا اللي بنخدع بالعينين، أنا بنظر للداخل، مش هو ده اللي أنا عايزه. طيب يقدم ياسا واحد تاني من أولاده. فدعا ياسا أبي نداب وعبره أمام صميل فقال: وهذا أيضا لم يختاره الرب. أبن ذاب ابن الثاني خلاه يعبر يعدي قدامه، وصميل بيقول له: للأسف ولا ده كمان ربنا مش عايزه. تيجي القصة تكمل ويجي الثالث شمة ويعدي ويوره له ويقول له: وهذا أيضا لم يختاره الرب. يعني أحسن عيال ياسا لغاية دلوقتي: يا رب أنت مش عايزه؟ لا مش عايزه، ده دول خيرة البلد، أحسن شباب عندنا، برضو مش هما. وعبر عبر ياسا، يعني مرر ياسا بنيه السبع، سبع أولاد، السبعة كلهم مررهم ياسا قدام صميل، وبنشوف في الآخر أن الرب لم يقبل أي واحد من السبعة. اختيارات الرب ليست كاختياراتنا، طرق الرب ليست كطرقنا. حقيقي إحنا لو دخلنا في هذا الاختبار ما كانش ممكن نختار واحد من برا السبعة دول، لكن الرب لم يقبل أي واحد منهم. ولذلك مرات نتساءل: حكمتك غريبة يا رب، إحنا مش قادرين نفهمك، إزاي أنت بتختار بطريقة ده إحنا كلنا نقدر نحكم عليها أنها لا تصلح. مرات بنقول لربنا: أفكارك غلط. تخيل، حقيقي بنقول له ده. طبعا عدتوا له: حاشا، احنا ما بنقولش كده رب، لكن الواقع كده، ما بنقبلش مرات عطايا الرب. في حاجات ممكن تكون فيها مرض، في حاجات عندنا فيها صعوبات مش بنقبلها. لم اقصد ان الرب يعطينا الامراض، ولكن اي عطايا لم تتوافق معنا بنكون عندنا شبه اعتراض او اعتراض كامل عليها من ربنا. ولكن عند الرب موضوع مختلف. الله بيقدر من الحاجات البسيطة يصنع له عملا صالح، والبشر من الحاجات الكبيرة ممكن بيعملوا منها حاجات ضايعة أو غير صالحة.
قال سمي الياس هل كمل الغلمان كل دول أولادك مفيش حد تاني؟ فقال بقى بعد الصغير وهو ذا يرعى الغنم، عيل صغير. أنا قدمت لك يا صميل أحسن ما عندي، دول السابع الكبار، عندنا عيل صغير كده اتولد في الآخر جه ودناه بيرعى الغنم في الحقل في الغيط. فقال صميل ياس أرسل وأتي به لأننا نجلس حتى يأتي لها هنا. احنا حنقعد حننتظر، ابعت له خليه يجي الولد الصغير. أنا لو في مكان ياسا حوله يعني ما عجبوش الكبار اللي شكلهم حلو البنية بتاعتهم الرائعة، ولسه هشوف الصغير، الزيارة غير موفقة، الذبيحة النهاردة غير موفقة. ولكن عشان النبي سميل مش هيقدر أقوله ده، لكن ممكن يكون الوسواس الداخلية أو الصوت الداخلي أو التفكير الداخلي لسميل كان بهذا الشكل، يعني احنا غير موفقين في عيلتنا ان نقدم ذبيحه للرب. بيبعت سميل يجيب ابنه، عفوا بيبعت ياسا يجيب ابنه الصغير لسميل، عيل صغير زي عيال الهيكل الصغيرين اللي احنا بنشوفهم كده ونقول اوه هيتلخبطوا، اوه دول مش هم اللي يليقوا بالقداس، اوه ازاي هيخدموا. ربنا ساب كل السبعة وخد التام من الصغير، يعني مرات الأطفال الصغيرين دول قد يكونوا في القداس هم المطلوبين عند الرب أكتر مننا على فكرة. أنا أتذكر في كل الكنائس لما بدأنا ندخل أطفال صغيرة الشمامسة الكبار عملوا جنازة، محدش عايز يورث أجيال تاني، كله عايز يكون هو الكبير. يا عم ما أنت كنت صغير في يوم من الأيام كنت تتمنى حد يشجعك. هكذا مقاييسنا ما زالت هي هي الرتب، احنا عايزين افضل ما في مجتمعنا من اعلى رتب، هم اللي نتعامل معهم، هم اللي عندهم الصلاحيات. الرب ما عندوش هذه الرتب، عنده اختيارات مختلفه. فبيجي الولد الصغير ده بيقول ايه، فارسل واتى به وكان اشقر مع حلاوه العينين وحسن المنظر. فقال الرب قم امسحه لان هذا هو. فأخذ سمائيل قرن الدهن ومسحه في وسط إخوتي وحل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا. ثم قام سمائيل وذهب إلى الرعب. قال له أيوه هو الولد الصغير ده اللي أنا عايزه، هو ده اللي الرب عايزه. بس هناك سؤال يحير، إحنا النهاردة بنقرأ النص بعد ما خلص حدثه، لكن في وقته في نوع من علامات استفهام. الولد الصغير ده اللي اخترته يا رب ده اللي هيكون ملك؟ طب اوكي اختاره النهارده بس مش هياخد السلطه من النهارده، ده عيل صغير، مش ممكن المجتمع يخلي هذا الطفل يحكم عليه. لا ده راح مسحه بالقرن والدهن وسابه ومشي سميل ونصبه ملك، ولكن مع الانتظار حتى تخلص فترة شاول. حتى شاول يتغير، شاول بدأ يغير. فيما بعد القصة تكملوها، الطفل ده اللي عايز يخليه ملك هيحاول يقتله، الطفل ده اللي في بيت لحم اللي يكون ملك هيرودس عايز يقتله. قصة غريبة مع الرب، اختياراته مع الأطفال هم اللي يكونوا مغيرين العالم. أيوة هم اللي يكونوا مغيرين العالم، والكبار الملوك يتهزوا من على عروشهم وكراسيهم ويعملوا زي ما بيقولوا بالمصري عيالهم بعال عيل صغير، يقتل كل أطفال بيت لحم هيرودس. شاول يحاول يقتل داود الصغير لما كبر، ولكن داود لأنه حل عليه روح القدس لم يعيب في شاول حتى بالرغم أنه مش هو الملك اللي هو اللي الرب اختاره، بل بالعكس وراء أكثر من مرة أنه كان يقدر يقتله ويمسك روحه ولكن كان بيتركه حتى يتغير شاول. وحتى شاول لما كان بيتجنن كان يروح له داود ويعزف له ويهدي من روحه، لأن مليان من الروح القدس لأن اختاره الله مش اختيار بشري. أكيد في مجتمعه كانوا بيبلبلوا الولد الصغير ده من بيت ياسا هو اللي يكون عليه
النصيب والسهم الإلهي من ربنا، هو الاختيار من ربنا، ويسيب كل ولاد البلد الكبار اللي احنا ربناهم اللي تعلموا اللي بيشكلهم بتوع حروب وشطار. ايوه كملوا بعدين في القصص بتلاقوا هذا الطفل الصغير بيحطوه فين؟ قدام مين؟ جوليات في الحرب. كل الكبار وكل العظماء المتمرسين على الحرب لم يستطيعوا يواجهوا جوليات، والولد الصغير ده بس اللي ينقذ شعب الرب الله لطرق مختلفة. نطلع ايه من موضوع النهاردة؟ القصة الحدوتة اللذيذة المعروفة، ان سبعة ما يختارهمش الله والثامن هو اللي اختاره، ويختار طفل ويقول للشعب انتظر حيكبر وحيكون الملك، وحيجي من نسله برضه ملك، وينتظر العمر لغاية 100. في ثلاث حاجات ناخدهم النهاردة عبرة من نص اليوم. الله بيدور في ايه فينا؟ الله محتاج ايه مننا؟ الله عايز ايه مننا؟ بيبحث في ايه مننا بالذات؟ اول حاجه في مزمور 34 بيقول لنا قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. الرب قريب من مين؟ منكسر القلوب، يعني مين؟ الضعاف. شوفوا صفات الله قريب من مين؟ من الناس البسيطة، تعبانة، الغلبانة، منكسرية القلوب، منسحقة الروح. منكسر القلب ومنسحق الروح في المعنى اللاهوتي الأشخاص اللي بيعيشوا التوبة، مش العظماء. الله بيختار الناس اللي بتتوب. في ناس كتير شكلها حلو لكن مش بتتوب، الله ما بيتعاملش معه، ما بيختارش بينه، بيختار الأشخاص حتى لو كانوا بيخطئوا لكن عندهم نعمة التوبة، هم اللي بيديهم النعمة. الله يختار منكسري القلوب زي الطفل الصغير ده، بالنسبة للمجتمع لا يصلح لكن هو اللي الرب اختاره. نيجي تاني في مزمور 138 يقول لنا لأن الرب عال ويرى المتواضع. الله اللي فوق خالص العالي جدا بيشوف الأشخاص المتواضعين، يعني نظر لعيال ياسة ماليش غير الطفل الصغير منكسر القلب متواضع في الغيط في الحق مع الغنم، مش قاعد في المجتمع اللي بره في البرستيج اللي بيعملوه له. هو ده اللي مرمي، هو ده اللي الرب اختاره. نيجي كمان عندنا في أشعياء 57 يقول لنا لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه صفات الله في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنسحق والمتواضع الروح لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين. الله العالي القدوس مسكنه فين؟ مع الناس المنسحقة المتواضعة البسيطة، يعني ممكن نعمل لربنا أحسن ما يكون بس ما يسكنش بالنار. حاجة غريبة، الله تجلياته ظهوراته للبشر جه في طفل صغير. مين يصدق أن ربنا يجي طفل صغير؟ انتوا مش عاجبكم داود الصغير ده؟ ده انا كمان حاجه طفل صغير. مش عاجبكم داود الصغير ده؟ هدخل الهيكل وانا طفل صغير وحناقش العلماء. مش عاجبكم ان انا اكون طفل صغير؟ حتى لما اكبر هاخد صنعه بسيطه نجار. الله بيظهر في التواضع في البساطه. يكون عندك حكمه مع التواضع والبساطة. الله مش بيسكن في قلوب المتعجرفين، الله لم يتعامل مع المتعالين. عشان كده النهاردة دعوة لنا كلنا نبحث عن روح المنقسم، الروح المتواضع مش هيكون غير في نقطة واحدة هي التوبة. لو مش بندخل في مشروع التوبة احنا ما زلنا بنمارس طقوس جافة.
والله لم يسكن في هذه البيوت، الله يسكن في الناس التائبة فقط لغير. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.